السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها عيد الاستقلال يقتصر على وضع الأكاليل على أضرحة رجالاته، الحريري يدعو لتعطيل ألغام الفتنة، وأوباما يأسف لعدم وجود رئيس. اللواء إبراهيم يبلغ عائلة الجندي المخطوف علي العلي عن استشهاده منذ مدة. هجوم مباغت لداعش على الرمادي، والجيش العراقي يستعد لتحريره. صباح الخير. تغيب الاحتفالات الرسمية عن لبنان اليوم في الذكرى 71 لاستقلاله، وللمرة الأولى منذ العام 1990. هذا الواقع القاتم الذي يضلل الذكرى بفعل الفراغ الرئاسي أثار ردود فعل داخلية وخارجية داعية إلى استعجال انتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ لبنان من التداعيات السياسية والأمنية والاجتماعية التي يواجه أخطارها. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه بالأمس رسالة لافتة إلى الشعب اللبناني لمناسبة عيد الاستقلال، بعدما درجت العادة أن توجه إلى رئيس الجمهورية، أعرب فيها عن أسف الولايات المتحدة أن تمر هذه الذكرى من دون وجود رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية، وهو رمز مهم غائب لوحدة الأمة وعامل رئيسي في تعزيز سيادة لبنان واستقراره، آملا في أن يكون انتخاب الرئيس قرارا لبنانيا بحتا، ولكنه قرار يجب أن يتخذ لصالح الشعب اللبناني. أما في المواقف الداخلية فقال الرئيس سعد الحريري إن الشعور بالمرارة لهذه السنة يصبح مضاعفا بسبب غياب رأس الدولة الذي يمثل رمزيتها الوطنية والدستورية، مجددا الدعوة إلى خريطة طريق تحمي لبنان من العواصف المحيطة والمبادرة من دون أدنى تأخير لإجراء مشاورات للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يضع في أولوياته إحياء الحوار الوطني وتعطيل ألغام الفتنة. لمناسبة عيد الاستقلال قال الرئيس سعد الحريري: صحيح أن العديد من المآسي والحروب تعاقبت على أيام الاستقلال وحجبت عن اللبنانيين فرحة الاحتفال بعيدهم الوطني وإقامة العروض العسكرية في العاصمة وتنظيم الاستقبال التقليدي في القصر الجمهوري، ولكن الشعور بالمرارة لهذا العام كما في مستهل الدولة الرئاسية الماضية يصبح مضاعفا بسبب غياب رأس للدولة يمثل رمزيتها الوطنية والدستورية ويعبر عن روح الصيغة التي قامت عليها دولة الاستقلال، وبسبب الحرقة التي تعيشها أمهات وزوجات وآباء وأولاد العسكريين المخطوفين ويتردد صداها في بيوت اللبنانيين جميعا. وأضاف الرئيس الحريري: أمر مشين ومريب أن يحل عيد الاستقلال وليس بيننا رئيس للجمهورية يعطيه الدستور حصرا شرف القسم للمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وأكد الرئيس الحريري أن الاستقلال إذا لم يكن ترجمة لمفاهيم السيادة والحرية والعدالة وتداول السلطة أي معنى يبقى من الاستقلال؟ إذا كانت الغاية من الحياة السياسية استبدال سلطة الانتداب بسلطة الفراغ في المؤسسات الدستورية، لافتا إلى أن الإصرار على الدوران في حلقة الشغور وإبقاء رئاسة الجمهورية رهينة متغيرات خارجية هو إصرار على بقاء لبنان في دوامة الانقسام والضياع، وأكبر إساءة توجه لتلك النخبة من رجال لبنان التي صنعت الاستقلال وجعلته قاعدة لولادة الميثاق الوطني وتأكيد صيغة العيش المشترك. ورأى الرئيس الحريري أن عيد الاستقلال مناسبة لتجديد الدعوة إلى خارطة الطريق التي تحمي لبنان من العواصف المحيطة والمبادرة دون أدنى تأخير لإجراء مشاورات للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يضع في أولوياته إحياء الحوار الوطني وتعطيل ألغام الفتنة وفك الاشتباك الأمني والعسكري مع الحرب السورية. هذه الخارطة تشكل القاعدة المتينة للاستقرار المطلوب والبيئة الحاضنة للجيش ودوره في ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب واسترداد العسكريين المخطوفين وجسر العبور إلى دولة الاستقلال التي كانت وستبقى محط أنظار جميع اللبنانيين. خلاف ذلك ختم الرئيس الحريري: فإننا نواصل سياسة الهروب إلى الأمام ونتحصن وراء العناد السياسي وطرح الحلول المستحيلة لنبرر لأنفسنا كسر قواعد الإجماع الوطني واستسهال التفرد بالقرارات المصيرية وحشر البلاد في المربعات الصغرى للحرائق الإقليمية.
وفي الجانب المتصل بالواقع الأمني والعسكري، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي في أمر اليوم مخاطبا العسكريين: أنتم من أفشل أخطر مخطط إرهابي يهدد لبنان والمنطقة جمعاء، وأنتم من أحبط حلم إقامة إمارة ظلامية، واعلموا أن قرارنا واضح، وهو أن الحرب ضد هذه التنظيمات مستمرة، فلا هواد ولا استكان في قتال الإرهابيين حتى اقتلاع جذورهم من لبنان. الرئيس السابق ميشيل سليمان حي عشية ذكرى الاستقلال أرواح شهداء الجيش، مؤكدا قدرة الجيش على محاربة القوى الظلامية. عشية ذكرى الاستقلال نظمت مدرسة الجمهور نشاطا طالبيا حضره الرئيس السابق ميشيل سليمان وممثل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي. الرئيس سليمان أكد أن حدود لبنان مقدسة وممنوع انتهاكها من أي أحد، مشددا على أهمية إعلان معبدلي تحييد لبنان عن كل الصراعات. الأمل أيضا بالجيش، جيش الوطن، منه جيش النظام، هو جيشكم أنتم. الأمل بالجيش اللي بيحوز على محبة كل اللبنانيين، على محبة الناس، مختلف عن جيوش المنطقة اللي حكيوا عنها أنها جيوش قوية، كانت قوية طبعا بالقمع والاستبداد، لكن الجيش اللبناني قوي بمحبة المواطنين لإله. قتلوا الشيخ بيير جميل، قتلوه ليقتلوا العنفوان والحرية والكرامة بقلوب الشباب، قتلوه ليزرعوا الخوف عند اللبنانيين، لكن الخوف ما انزرع بقلوب اللبنانيين. سليمان أكد للطلاب أن إيمانهم بلبنان يقوي الدولة، كما تخلل الاحتفال عروض طالبية عدة لتكريم العلم اللبناني والمؤسسة العسكرية. وبالتزامن مع ذكرى الاستقلال، أحيت عائلة الوزير الشهيد بيير الجميل وحزب الكتائب الذكرى 8 على استشهاده ورفيقه سمير الشرتوني بقداس في كنيسة مار مخايل الرعائية في بكفية. وفي المناسبة أعلن الرئيس أمين الجميل عن مفاجأتين: الأولى البدء بتشييد جامعة في بكفية باسم بيير أمين الجميل، وإصدار بلدية بيروت قرارا بإقامة حديقة باسم بيير أمين الجميل في ساحة الشهداء لتكون مساحة ثقافية وفنية من أجل الشباب. ولمناسبة الاستقلال وضعت بالأمس أكاليل من الزهر على أضرحة رجالاته، والكلمات شددت على ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي. لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال لبنان وباسم الجمهورية اللبنانية، وضع رئيس الحكومة تمام سلام إكليلا من الزهر على ضريح والده رجل الاستقلال صائب سلام. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فوضع إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحضور عدد من النواب. نعود جميعا إلى الشهيد رفيق الحريري، إلى هذه الحقيقة المستمرة في سيرة لبنان، أعود إليه اليوم تحديدا في عيد استقلال لبنان البلا رأس، مؤمنا أنه ما كان ليهدأ أو يتأخر عن قيادة معركة حماية الرئاسة، قيمة ومقاما تماما كما يفعل الرئيس سعد الحريري اليوم، رافعا ومعه كل الأحرار معركة انتخاب رئيس البلاد فوق أي اعتبار سياسي. عدد من الوزراء والنواب وضعوا أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات وشهداء الاستقلال في بيروت والمناطق، وأبرزهم الرئيس بشار الخوري والرئيس رياض الصلح والأمير مجيد رسلان وعدنان الحكيم وحبيب أبي شهلة وعبد الحميد كرامي وحميد فرنجي والرئيس كميل شمعون وبيير جميل وصبري حمادي. برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون ولمناسبة تجديد بيت الاستقلال في بلدة بشامون، جرى احتفال بمشاركة شعبية وبحضور فعاليات سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية. وأكد فرعون ضرورة توحيد السلاح في الداخل اللبناني، معتبرا أن الاستقلال يبقى ناقصا من دون انتخاب رئيس للجمهورية. وأمام هذه الأعاصير التي تحتاج المنطقة وفي ظل تداعياتها على الداخل اللبناني، لابد من الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها، فهي من يحمل استقلال واللبنانيين، وهي من يجب أن توحد السلاح في الداخل لدفاع لبنان وسيادته، متمنين التواصل بين جميع شرائح المجتمع اللبناني لحماية بلدنا وصون استقلالنا الذي يبقى ناقصا من دون انتخاب رئيس للجمهورية رمز الوطن.
أثارت خطوة وزير الخارجية جبران باسيل بدعوة السفراء الأجانب للاستماع إلى كلمته التي ألقاها في ذكرى الاستقلال أثارت استغرابا في الكثير من الأوساط. وأشارت صحيفة النهار إلى أن الأوساط السياسية رأت في هذه الخطوة توظيفا سياسيا وتوسعا في تفسير مفهوم الصلاحيات الوزارية لإحياءات وإيحاءات معينة، خصوصا أنها جاءت معاكسة للاتجاه الرسمي الحكومي الذي ألغى الاحتفالات بذكرى الاستقلال. وكان باسيل قد أقام احتفالا في وزارة الخارجية دعا إليه رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدين في لبنان، آملا ألا يعتاد لبنان الفراغ فيعيش من دون رأس، فيكون له ولمرة رأس واحد لا رؤوس ورؤساء. البعض يقول أن لبنان هو بلد التسويات، وأنا أقول لكم أنه قام بناء على تسوية تاريخية بين أبنائه لا تستمر إن لم تكن عادلة منصفة ومستدامة. شأنها شأن كل تسوية ولو مرحلية لا تغدو حلا دائما دون أنصاف. إن لبنان ليس بحاجة لمن يجد الحلول عنه في الخارج، بل لمن يقترح عليه في الداخل أفكاراً لأكثر من أنصاف حلول، وهو بحاجة إلى المساعدة في عدم رهان أي من أبنائه على أي دولة بديلاً عن دولتهم لكي يتكلوا على أنفسهم بإيجاد الحلول من ضمن توازناتهم الداخلية وقواهم الذاتية، ويتوقفوا عن اختراع التسويات من ضمن توازنات الخارج وقواه. أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه ماض في العمل على فتح الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، مشيرا إلى أنه يعمل عليه منذ شهر آب الماضي. وأوضح بري لصحيفة النهار أن هذا المسعى انتقل إلى جدول أعمال الحوار الذي لن يتأخر، مشددا على أن الأمور تتجه نحو الأحسن، والرئيس الحريري جدي والسيد نصر الله أيضا، والحوار ماشي وعلى السكة لنردم الهوة الكبيرة بين الطرفين. في النشرة بعد الفاصل: إقفال مسلخي الغازي والبيساري. أهلا بكم من جديد. أبلغ مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عائلة الجندي المخطوف لدى جبهة النصرة علي قاسم العلي عن استشهاده، وعلم من والده أنه كان جريحا لدى خاطفيه ولم يعالج وقد استشهد منذ مدة، وقد تم الإعلان عن استشهاده بالأمس عبر الوسيط الذي أبلغ بدوره لعائلته خبر استشهاده. وفي ملف المخطوفين العسكريين أيضا، التقت عائلة العسكري المخطوف إبراهيم مغايت ابنها في جرود عرسال، وأكد أفراد العائلة أن أوضاع المخطوفين سيئة جدا. وبعد مرور مدة 4 أسابيع على خطف في بلدة تعلباية، تم الإفراج عن مصطفى الحجيري الذي اختطف مع شقيقه منذ شهر ونيف من منزل العائلة في بلدة تعلباية في البقاع الأوسط على أيدي مسلحين ينتمون لعائلة حميه. عقد المجلس الدستوري أولى جلساته اليوم للنظر في الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بالتمديد للمجلس النيابي، مع تأكيد الحاجة لأكثر من جلسة للبت بالطعن. التقرير لمهدار. أقل من ساعتين استغرقتها الجلسة التمهيدية للمجلس الدستوري للبت بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر من خلال تقرير رفعه مقرر المجلس. الاجتماع الذي حضره كامل الأعضاء أحيط بتكتم شديد، باستثناء أن أجواء النقاش كانت جيدة ودستورية، وأن النقاش والمداولات بحاجة إلى أكثر من جلسة. انتهت الجلسة من دون إصدار أي قرار ووسط تكتم شديد من القضاة من جهة والإجراءات الأمنية المرافقة من جهة أخرى. وفي وقت لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة، تحدثت معلومات عن إمكانية عقد جلستين الثلاثاء والخميس المقبلين. وتزامنا مع الجلسة، نفذت هيئات المجتمع المدني أمام المجلس اعتصاما رفضا للتمديد للمجلس النيابي، متأملين أن يقول القضاء كلمة الحق باستقلالية تامة عن تدخلاتهم
التي أدت منذ سنة ونصف إلى منع انعقاد اجتماعات المجلس الدستوري. هذا تحرك لمحاولة الضغط على المجلس الدستوري، الضغط الإيجابي، يعني تذكيره بمهامه، تذكيره بدوره، تذكيره بقدرته على مدافع عن النظام الديمقراطي بلبنان وحماية الدستور. إشارة إلى أن التمديد لمجلس النواب سيصبح نافذا إن لم يتم إصدار قرار بشأن الطعن خلال 15 يوما. احتوى كلام النائب ميشيل عون الأخير الكثير من المغالطات الدستورية، فيما رأى كثيرون أن الهدف منه التغطية على تقصيره بالنزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. التقرير لربيع شطف. بعد أن طرح النائب ميشيل عون فكرة انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وهو أمر غير دستوري، ها هو يلتف مجددا على الدستور حين يدعو إلى حصر التنافس الانتخابي بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. على القليل أنا بنظري في أربع مغالطات، في مغالطة دستورية بديهية، يعني لأنه الدستور لا ينص إطلاقا على أي ثنائية أو ثلاثية، الدستور لا ينص يعني إلا على حق أي مواطن طبعا بالمعادلة الحالية ماروني لانتخابه، هذا هو الشرط الوحيد اللي بيوضعه الدستور. في مغالطة طبعا عملية، لأنه بيكفي نائب واحد يقول أنه أنا هذا الأمر ما لا أوافق عليه، وهذا حقه، يعني ما حدا بيقدر يصدر له إياه لحتى يسقط هذا الاقتراح. يعني هلا طبعا في مغالطة سياسية، لأنه أنا باعتقادي لا يجوز الحديث عن أنه في مرشحين مؤهلين ومرشحين غير مؤهلين، وفي أهم شيء في مغالطة ديمقراطية. المراقبون يعتبرون أن مواقف عون الأخيرة تهدف إلى التغطية على تقصيره وتقصير حلفائه. مخرج الدستوري الذي ينسجم مع الدستور هو خيار من اثنين ولا ثالث لهما باللحظة الحالية، إما منافسة مفتوحة، منافسة مفتوحة أي لا يشترط أحد على أحدا يعني مرشحه، أو لا توافق مسبق. ساعتها توافق مسبق بصير برضا الأفرقاء جميعا حول شخصية وسطية. وإلى أن يتم الاختيار بين أحد هذين الحلين فإن البلاد ستبقى بلا رأس، وبالتالي ستبقى الأمور فيها مفتوحة على كل الاحتمالات. بناء لإشارة النيابة العامة واستنادا إلى تقرير رفعته وزارة الصحة، أقفلت قوة من فصيلة درك مغدوشي مسلخي الغازي والبيسري وختمتهما بالشمع الأحمر. كما شمل قرار إقفال المؤسسات المخالفة كل من بيتزا هات وعيتور في صيدا، حيث سطرت محاضر ضبط بحقهما. عقدت مؤسسة رفيق الحريري مؤتمرها السنوي الثالث التجديد التربوي عبر الخدمة المجتمعية برعاية رئيسة المؤسسات رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري، وذلك في مسرح ثانوية الحريري وبحضور شخصيات سياسية وتربوية وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة والرسمية من مختلف المناطق اللبنانية. الكلمات نوهت بالجهود التي تبذلها المؤسسات التربوية من أجل تعزيز مفهوم الخدمة المجتمعية وإرساء مجتمع المعرفة مسارا وغاية لبناء وطن لكافة أبنائه. كما تخلل المؤتمر سلسلة من التجارب التي تحدثت عنها مجموعة من الطلاب من مختلف المناطق اللبنانية. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. فصائل المعارضة الجنوبية تهاجم آخر معاقل النظام السوري في القنيطرة. أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر إيراني قريب من المفاوضات حول الملف النووي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف غادر فيينا عائدا إلى بلاده لإجراء مشاورات. كما سيغادر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري فيينا للاجتماع مع شركاء أوروبيين في باريس. إلى ذلك، ذكرت مصادر أن كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف اتفقا على بذل جهود لإنجاح الاتفاق النووي مع إيران، فيما اعتبر وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند أن خلافات مهمة جدا لا تزال قائمة. وكانت حدة التوتر قد تصاعدت فجأة خلال المفاوضات التجارية من أجل التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، وذلك قبل 3 أيام من الموعد المحدد على انتهائها. شن مسلحو تنظيم داعش هجوما مباغتا على منطقة المضيق في مدينة الرمادي والخالدية، وقد تصدت القوات الأمنية وعشائر المفاهد لهذا الهجوم الذي يعد الأعنف من نوعه. استخدم داعش في خلاله كافة أنواع الأسلحة، ومن ضمنها 3 سيارات من نوع هامر مفخخة استهدفت مراكز للقوات الأمنية.
وتزامن هذا الهجوم مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر اليوم الثاني على التوالي لتحرير هيت والمناطق المجاورة لها. هاجمت فصائل المعارضة السورية مدينة البعث آخر معقل النظام السوري في القنيطرة، وتأتي هذه المعركة من ضمن حملة للسيطرة على المحافظة بالكامل، حيث لم يتبقى سوى مدينة البعث وبلدة خان أرنبة المجاورة تحت سيطرة كتائب الأسد. أما في الداخل فقد شن الثوار هجوما على مواقع لقوات الأسد بالقرب من مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر النظام، كما قتل عدد من جنود النظام في اشتباكات عنيفة بمحيط حي جوبر بالعاصمة دمشق. وفيما تواصل طائرات التحالف غاراتها، تستمر المعارك في مدينة عين العرب بين تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد. تمكن 40,000 مصل من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعدما أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الأمنية في محيط المسجد، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في عدة مناطق في القدس المحتلة والضفة الغربية، حيث هاجمت قوات كبيرة من الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين الذين كان شعار مسيرتهم لهذه الجمعة دعما للقدس وحماية لقريتهم. بدأ الجيش المصري أكبر حملة عسكرية له في سيناء منذ سنوات عدة ضد المنظمات الإرهابية بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية، وستركز العمليات على تكثيف الضربات الجوية لمواقع المتشددين وعمليات دهم واقتحام، خاصة في المناطق الحدودية التي تم إخلاؤها من السكان في رفح والشيخ زويد. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. عيد الاستقلال يقتصر على وضع الأكاليل على أضرحة رجالاته، الحرير يدعو لتعطيل ألغام الفتنة، وأوباما يأسف لعدم وجود رئيس. اللواء إبراهيم يبلغ عائلة الجندي المخطوف علي العالي عن استشهاده منذ مدة. هجوم مباغت لتنظيم داعش على الرمادي، والجيش العراقي يستعد لتحريره. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أتمنى يوقف العقد التجاري والحدود التجارية. بدنا أولادنا، عندنا 15 يوم يخافوا عنا.